لا شك إن التقدم التكنولوجي حاجة مفيدة جدا، وحاجة يعني بتسهل حياة الناس، أو المقصود بيها تسهيل حياة الناس، وإن الذكاء الاصطناعي هو مرحلة متقدمة من التقدم التكنولوجي الحاصل في كل مكان في العالم. بس ساعات الناس بتغوص أكتر جوه التكنولوجيا، تغوص أكتر مع الذكاء الاصطناعي، فتتوحد مع هذه الأجهزة، وكأن الأجهزة دي جزء من حياتها. حتى أنت بص لكل واحد فينا لنفسه، احنا أوقات من كتر القعدة على الموبايل، لو أنا عملت كده وما لقيتش الموبايل معي أتخض الموبايل، لأن ما بقاش حتة شاشة، ده بقى حكاية كبيرة جدا علي حياتي وأفكاري ومستقبلي وصور اللي مش عارف إيه والفيديوهات إيه والصفحات اللي أنا بقى بتابعه، قصة كبيرة جدا. يعني إزاي نتعامل مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لكن دون الغوص وسط الإلكترونات بتاعت الحاجات دي كلها، وما نساش إن أنا بني آدم أحيا في حياة فيها أرض وفيها سماء وفيها هواء وفيها حاجات غير التكنولوجيا. شرفنا يكون معانا دكتورة صفحة سيد أبو العزم، استشاري نفسي وتعديل سلوك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ورانا الدنيا منوره بك. صباح الورد. صباح سعيد. بصي نبتدي الأول، بس يعني إيه حب الذكاء الاصطناعي؟ يعني ده اللي أنا فهمته، إن الواحد بقى إيه فتى أحلامي وفتات أحلامه بجد. إحنا بننبهر بالصورة وأحس يا سلام لو في ست بجد كده أو لو في شاب كده، ده المقصود ولا إيه؟ حب الذكاء الاصطناعي هو طبعا يعني احنا كبشر دايما مطلقين، دايما يعني قاعدين كده بنلاقي حاجات جديده بتطرق علينا، زي مثلا زمان كان الكمبيوتر اللي هو بالكيس والكمبيوتر العادي ده، بعد كده ابتدينا اللابتوب، بعد كده الدنيا اتطورت معانا جدا. الانسان طول الوقت هو قاعد متلقي، قاعد يعني زي كده مشاهده، يعني احنا قاعدين بنشاهد الجديد، ولكن بينقصنا شيء ان احنا نفهم الجديد ده اللي جاي علينا ده ايه بالظبط، او المفروض ان احنا نتعامل او نتعاطى معاه ازاي. فكلمه حب الذكاء الاصطناعي دي معناها ان حد منخرط في حاجه جدا او مدمن حاجه جدا، او هو اخذ منها جانب معين، الجانب اللي بيرضيه هو نفسيا. يعني لو مثلا واحده ست مثلا عندها ثقه بنفسها شويه، فعملت صورتها بالذكاء الاصطناعي، شافت شكلها حلوه جدا، فهنا بقت مدمنه الذكاء الاصطناعي، انها طول الوقت صورها مش هتكون طبيعيه، تكون ارتفيشال مش طبيعيه، عماله تغير فيها بالاشكال في اللي كانت بتتمنى نفسها تبقى عليها. بالظبط، هي طول الوقت بتحس بثقه بالنفس انها لما بتعمل شكلها بالصوره دي، ده حب الذكاء الاصطناعي. او مثلا واحد بيلعب في الجيم بقاله فتره طويله ولسه العضلات ما بقتش ظاهره جدا، فتلاقيه عمل صوره برده لنفسه او حتى فيديو دلوقتي بان جسمه فتي جدا، فاصبح كده بقى مدمن الذكاء الاصطناعي. هو زمان كان في ده بالفوتوشوب والبرامج العاديه، بس النهارده الذكاء الاصطناعي خلاها اقرب للحقيقه. يعني بالزبط. كتير بتبقي صعب تعرفي الفرق بين حقيقي، اصبحت فيديو كامل عن حد وشخصيه، وزي ما احنا شفنا الفلترز دلوقتي وصوت وصوره، وبقى الانسان ممكن يبقى حد تاني خالص مختلف. صح. او مغاير للواقع، فهنا هيبقى في وقوع في حب الذكاء الاصطناعي. فكره شخصنه الشيء دي بتاثر على الانسان ازاي؟ ان هي في الاخر خالص حته الحديده دي انا بعملها كبني ادم وبحترمها وبحبها وحاجات كده، تشخيص الشيء ده بيأثر نفسيا ازاي؟ الانسان بطبعه بيميل دايما للحاجه اللي بترضيه، للحاجه اللي هي بتساعده يحقق اغراضه او افكاره. لو هنتكلم من الناحيه النفسيه اكتر، بنلاقيه بيميل للحاجه اللي بتريحه نفسيا او بتسعده او اللي بتملى وبتشبع رغبات وحاجات داخليه عنده هو ممكن يكون مش مشبعها من العالم الطبيعي، فبيبتدي يلجا لعالم افتراضي عشان يشبع لنفسه الحاجات دي. يعني لو حد مثلا عاطفي شويه، تلاقيه دايما بيميل ان هو يقرا مقالات عاطفيه او يتعرف على شخصيات جديده في حياته من يعني السوشيال ميديا. او لو حد مثلا عنده مشاكل نفسيه شويه، تلاقيه طول الوقت ماسك بيقرا عن المشكله اللي عنده، وفي النهايه مش بيلاقي لها حل، لان هو بيدور في كذا توجه وكذا يعني اللي عنده ده ممكن يكون مختلف عن المعروض عليه، او اللي هو السؤال اللي بيساله ممكن يكون ما بيكونش قيم او ما بيكونش واضح، فبالتالي الاجابه عليه بتكون غير واضحه ومش مناسبه حتى لحالته. فهي دي بتبقى تعتبر من يعني من هنتكلم الاول عن مميزات الذكاء الاصطناعي. مميزاته ان هو دلوقتي اصبح فعلا بيساعد كتير جدا في الطب النفسي، اكتشاف الامراض مبكر جدا، اكتشاف المتلازمات، اكتشاف الخرف عند الناس الكبار، اكتشاف حاجات كتيره جدا ممكن يكون احنا كنا بنتبع اختبارات نفسيه وبنتبع بعض المقاييس اللي بنكتشف بها المشكلات النفسيه دي، ولكن الذكاء الاصطناعي دلوقتي اصبح عشان هو متطور اكتر فبقى متعمق. ازاي مش عارف يعني من خلال ان هو متعمق اكتر ومغذى اكتر بشخصيه الانسان. ما اقصدش يعني النهارده ممكن جهاز يبقى معايا هو يشخص الحاله،
بالظبط. شخصها ازاي يعني؟ من خلال الاسئله. دلوقتي في حاجه اسمها شات بوت. الشات بوت ده انا بعمل شات مع الموبايل بتاعي، يعتبر انسان آلي. ابتدي اسال اللي انا عايزه وابتدي هو يجاوب عليا، على قد ما هو ممكن يفيدني في ان هو يعرفني او يديني وعي شويه عن المشكله اللي انا بعاني منها، ولكن هو مضر، لان ممكن يعني الطب النفسي والعلاج النفسي بيحتاج اكتر ان الانسان يسترسل في الكلام ويبقى يعني الموضوع انساني اكتر، ان هو يبقى في تفاعل بينه وبين الطبيب او الدكتور اللي قاعد معاه، فبيساله اسئله الدكتور اللي بيساله مش هو اللي بيسال، فبيساله اسئله خاصه جدا او داخليه جدا او متعمقه اكتر في المرض النفسي او الاضطراب النفسي اللي عنده، فبالتالي هو لما بيرد بتبقى الصوره اوضح والتشخيص بيكون اقيم واشمل. ممكن من ملامح وشه، البادي لانجوج بتاعته، واحد عيط، يعني الحاجات دي بتخلي الدكتور يقدر يقيم المريض اللي قدامه او الشخص قدامه بيحس بايه، لكن في الاخر ما هو اله يعني. بالظبط. والاله دي ممكن تشخص لي الحاله اللي عندي لانها اخذت بعض كلمات انا قلتها او ذكرتها وهي بتبقى متوافقه مع حالات تانية، فبالتالي هو بيديني تشخيص ممكن يكون مش مناسب معايا. لو جينا بصينا مثلا الشخصيه الحديه او مثلا اللي عنده اضطراب انفصام، بيبقوا الاثنين متفقين في حاجه معينه اللي هو الشعور بالحزن الدائم، عدم المزاج المتزن، فلو هو خد دي ممكن يشخصني حاجه هي اصلا مش موجوده عندي، وبالتالي انا هبقى ماشي في طريق مش صحيح بالنسبه لي. برضو المساوئ اكتر ان هو اصبح يعمل لنا عزله اجتماعيه. الانسان دلوقتي بقى منعزل، زي ما استاذ اسحاق قال، انا بقى معايا اله او جهاز انا طول الوقت متواصل معاه، بيشبع لي رغباتي ان انا اسمع اغنيه، اقرا مقاله، اتفاعل مع شخصيات وهميه، اعيش في عالم افتراضي مش موجود. بكلمه يعني، بقى بتكلم مع شات جي بي تي واقول له صباح الخير، يقول لي صباح النور ويومك جميل، بقول له طب انا الموضوع ده مضايقني، ممكن يعني نسال سيري نقول لها عامله ايه النهارده، طب وانت عامله ايه يعني؟ دلوقتي بقى سيري دي بقت غلبانه قوي في ناس اصبح من كتر هواسهم بكده بقوا فعلا عايشين مع الشخصيات دي. وفي فيلم اتعمل اجنبي اسمه هير، كان بيتكلم برضو عن ان الواحد عاش تجربه ان هو عاش مع شخصيه افتراضيه، وفي النهايه ادت بيه اللي هو بقى عنده عزله اجتماعيه، بقى عنده مشكله رهاب اجتماعي، يعني ما بقاش عارف يخرج في النور او يخرج في الشمس، طول الوقت قاعد لوحده قافل على نفسه، مش متكيف مع العالم الواقعي اللي حواليه. العالم الواقعي في ناس ما بتلاقيش نفسها فيه فبتلجأ للعالم الافتراضي. يعني احنا لو جينا النهارده انا ازاي ممكن اعالج نفسي؟ انا علاقاتي الاجتماعيه وحشه وفاشله، دايما مصدوم في الناس، مش عارف انسجم، ففي شخصيه بتلاقيه دايما قاعد لوحده ومنعزل، طبيعته كده مش شخص اجتماعي. فلما بيلاقي حد يقدر يتكلم معاه من غير ما يتريق عليه، من غير ما يطلع اخطائه، من غير ما ينتقده، فبيروح في الاتجاه ده. تمام. حضرتك ذكرت حاجه مهمه جدا، اني انا مش لاقي نفسي. طب انا لازم الاول حاجه ان انا اكون متصالح ومتسامح مع نفسي، لازم افهم نفسي كويس جدا، لازم افهم مش صح ان انا اكون منعزل، مش صح ان حد يبقى شايفني ان انا منعزل وقاعد لوحدي ومنطوي وما يدينيش يد المساعده، مش صح ان انا احس ان انا قافل على نفسي فادور على ده في العالم الافتراضي. فكره ان انا مش متوافق مع اي حد دي حاجه مش طبيعيه، اكيد في حد هتبقى متوافق معاه، وعايزين نقول ان احنا كلنا مش كاملين، ولكن لازم يكون عندنا حاجه اسمها مرونه نفسيه. ان انا اقدر ابقى يعني انا فاهم ان انا مش زي زميلي واحنا الاثنين مش متوافقين في كل حاجه، ولكن على قدر الامكان بنقدر نلاقي ارضيه او بنلاقي طريقه نقدر نتعامل فيها مع بعض او نتوافق فيها مع بعض. فلازم اول حاجه ان انا افهم نفسي كويس جدا، افهم طبيعتي، اشوف انا بحب ايه او ما بحبش ايه، اتصالح مع نفسي، لو عندي مشكله فعلا الجا لحد يساعدني فيها او يعالجها لي. وبداية العلاج هي زي ما قلت ان انا اتسامح واتوافق مع نفسي وافهم نفسي واكون فعلا عارف ان انا في حاجة انا يعني مش طبيعية عندي، ان انا ابقى منعزل، لا دي حاجة مش طبيعية. من مشكلتي مهربش من مشكلة الانعزالية والتمسك بالتكنولوجيا بشكل كبير جدا، هل هو نوع من الادمان ومحتاج يتخلص منه ومحتاج يعني هيتعب شوية عشان يتخلص من هذا الادمان ولا لا؟ طبعا لو قلنا الادمان، طب هو ليه الادمان بيحصل؟ الانسان دايما طول الوقت بيحب يسمع كلام طيب، بيحب يسمع اطراء، بيحب حد يقول له انت برافو عليك انت شاطر. طب هي العالم الافتراضي بيعمل ده؟ فعلا هو بيعمل ده. اول حاجه ان هو بيخلي ممكن شكلي مختلف، ثاني حاجه ان ممكن لو انا بلعب لعبه معينه ممكن ان هو تلاقيه دايما يعني يشجعني، دايما يعمل لي الوان ان انت فزت او ان انت كسبت في الموضوع ده، فده بيخليني ان انا مدمن على اللعبه دي او مدمن على الدخول في المواقع دي، فبالتالي فعلا بيعمل
نوع من الإدمان. في فروق فردية ما بين الأشخاص، في حد بيبقى فاهم إن ده حاجة يعني افتراضي، ده حاجة مش واقعية ومش لازم إن أنا أنخرط فيها ولا إن أنا مثلا أتعمق فيها قوي لأنها ممكن تاخدني في دنيا بعيدة عن العالم الواقعي بتاعي، وفي حد هو أصلا زي ما قلنا عنده مشكلة يعني بنقول إيه، بينغمر وينخرط في الموضوع ده في إن هو يفضل دايما طول الوقت عايش مع العالم الافتراضي. فطبيعي لو هو بيحس بالإطراء طول الوقت يبقى أكيد هو في العالم الحقيقي اللي حواليه ما بيحسش بده، ما فيش دعم، ما فيش تشجيع، ما فيش حد بيتكلم معاه عن مجالاته، ما فيش حد بيحاول يشجعه على اللي هو بيعمله في حياته، فبالتالي هو بيروح يدور على حد بيشجعه او حد بيدعمه فبيدور عليه. وهنا نرجع لنقطه ان هو فعلا الذكاء الافتراضي الذكاء الاصطناعي بيخلينا ان احنا ندور على الحاجات اللي ناقصانا في الواقع واعملها غير كده. دكتوره الذكاء الاصطناعي اوقات في بعض المواقع او الابلكيشن هو بيهتم بيا، يعني اللي حواليا ما بيهتموش، ده هو النهارده في ساعة ولا موبايل يقول لك قومي اتمشى شوية عشان انت معرفش بقالك كتير قاعد، بقالك كتير قاعد، روح اشرب مية بقالك شوية ما حاسس ان ضغطك عالي، خلي بالك. بجد فبيهتم. طيب ما تخلينا ناخد منه الفوائد بتاعته ونفهمه اكتر. طب ما تخلينا يبقى عندنا وعي ونفهم ايه اللي احنا مناسب لينا وايه اللي مش مناسب لينا، يعني يبقى عندنا وعي اكتر، نقرا اكتر. لما احس ان انا منخرط في المجال ده قوي وحاسس ان حياتي كلها بقت قائمه على الذكاء الاصطناعي، لا ابتدي ان انا اقرا عليه بقى اكتر عشان خاطر انا ما احسش ان في لحظه كده ان انا فعلا تخليت عن المجتمع والاجتماعيات حواليا وبقيت منخرط في الذكاء الاصطناعي وانا بقيت إيه؟ منطوي. يعني خلينا برضو نركز على الحته دي، وحضرتك قلتيها طبعا في وسط الكلام، بس المخاطر اللي ممكن الانسان يقع فيها بسبب حبه او في الذكاء الاصطناعي، عاطفيا بيحصل له ايه، جسديا، عقليا، يعني غير ان هو بينعزل عن الناس، اكيد في مخاطر بيقع فيها. اولا يعني المخاطر اللي بيقع فيها ان ممكن يبقى معرض ان هو يعني بيدي معلومات اكتر، في بعض المواقع بتبتدي تسال عن شخصيته اكتر وعن هو بيحب ايه ما بيحبش ايه، يعني كنوع من الدعم ان احنا بعد كده يعني هنقدر نتعامل معاك ونتوافق معاك، فبالتالي هو بيدي معلومات شخصيه اكتر عنه، فممكن ده بيكون معرض للابتزاز في بعض الاحيان، او المواقع دي بتكون اصلا في اشخاص هم اللي منشئينها وعاملينها عشان خاطر ياخدوا اكبر قدر من المعلومات عن بعض الاشخاص، او يستغلوا صوتهم او يستغلوا شكلهم او اي فيديوهات عنهم. فهنا لازم يبقى فيه وعي شويه من الانسان ان هو يبقى مدرك هو بيقول ايه وبيتكلم مع مين وهيستفيد ايه لما هيتكلم او هيقول المعلومات دي في الموقع ده، او المعلومات الخاصه بيا دي هتفيد الموقع ده في ايه بالظبط. دي من المخاطر. تاني حاجه قله الثقه بالنفس، بيحصل له عدم ثقه بالنفس، لان في بعض الاحيان يعني الموضوع ده بيبقى اكتر في المراهقين وفي الاطفال ان هو بيلعب اكتر طول الوقت مع لعبه، لعبه دي ذكاء اصطناعي، فبالتالي في بعض الاحيان اللعبه بتفوز فبيحس ان هو عنده نقص في قدراته العقليه، هو مش قادر يواكب قمه الذكاء الاصطناعي اللي هو بيتعامل معاه، فبيحس ان هو اقل ذكاء. هنا بيفقد ثقته بنفسه واحده بواحده لو هنا ما فيش حد جنبه داعم ليه. لازم هنا في دور المراقبه والدعم من الاسره او الناس المحيطين بيه، لازم في دور تقنين المشاهده أو تقنين استخدام الأجهزة أو تقنين استخدام الذكاء الافتراضي. بعض المساوئ برضو إن في ناس دلوقتي بقوا يجيبوا في البيت اللي هو الثري ناين والثري دي اللي هو بتبقى في البيت، بيبقوا لابسين النظارات والولد قاعد طول الوقت عايش في حديقة مغيب عن الواقع اللي حواليه. خلينا نستبدل ده بأنشطة واقعية، أنشطة تفيده، الرياضة، يبقى عنده تمرين معين ملتزم به في الأسبوع، بيروح يلعب رياضة، رياضة طبعا بيتعامل مع مجتمع خارجي، على قد ما نقدر نعمل له أي أنشطة تخليه يخرج عن إن هو يبقى منخرط. يعني هو أول ما بيحط النضارة وبيدخل في العالم الافتراضي هو خلاص مش عايز يخرج منه، هو لا هو منبهر. أيوه. منبهر بحاجة هي مش حقيقية وعمرها ما هتبقى حقيقة يعني. صحيح. لكن أوفر له أقرب حاجة ليه. بس لو نصيحة حضرتك برضو للناس وخصوصا برضو لو أباء وأمهات والأجيال الجديدة أشطر من الكبار 100 مرة في موضوع ذكاء الاصطناعي، أخليه إزاي هو حابب الواقع أكتر من الافتراض، يعني أربطه بيه إزاي، يعني هيشوف زي ما بتقولي جنينة لكن هنا قاعد في البيت بيلعب مع أو في النادي، هينزل يقابل مجموعة من صحابه، هنا أبقى مستمتع أكتر من هنا. زي ما قلت أول حاجة أفهم نفسي كويس جدا، أفهم إيه المشاكل اللي عندي وابتدي أحلها. وأنا محتاج دعم من اللي حواليا أتكلم معاهم وأطلب منهم الدعم. لو هو طفل وشايفه أنا كأم أو أب شايف إن ابني يعني خلاص بقى متوحد مع الذكاء الافتراضي، لا أحاول أشوف إيه اللي عاجبه فيه، عاجبه شكل الجنينة اللي بيشوفها طول الوقت، طب ما أخده أوديه في جنينة يلعب فيها في الواقع، أخده النادي يلعب فيه في الواقع. لو هو مثلا أنا ما بشجعهوش ما بقولوش كلام كويس، هو بيعجب بإن دايما في تشجيع في اللعبة، أحاول على
قد ما اقدر ان انا اعزز ثقته بنفسه واعلي ثقته بنفسه، احاول اتكلم معاه واحسسه انك انت فيك مميزات حلوه جدا، ولكن على ارض الواقع هتكون افضل. بالظبط، اشجعه في المواهب اللي هو بيعملها، مواهبه اشجعه فيها، وابتدي افهمه ان في حاجات انت ممكن لو بيرسم، لو بيغني، لو بيعمل حاجه موهبه معينه، او بيكتب قصص قصيره، على قد ما اقدر اخليه ان انا ينشغل اكتر بالانشطه الواقعيه واشجعه فيها عشان ابعده شويه عن الذكاء الاصطناعي. مش بس اولادنا يا دكتوره، صدقيني احنا كمان، يعني انا بحس ان التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كل ما بيتقدم كل ما بيحولنا احنا لشويه اشياء زي ما نكون شويه مكعبات، يعني خاصه خلال 10 سنين اللي جايين بيتكلموا اني خلاص ان الذكاء الاصطناعي هيبقى يخليك تحس، يعني هيتعامل مع حاسه اللمس والشم، يعني تعالى اخليك تشم ريحه البحر وتشم الاكل اللي في وده حقيقي وبيحصل وفي تجارب عليه وفي فيديوهات كتير الناس تشوفها. فاتمنى ان احنا ما نغوص جوه الاله لدرجه ادمانيه تخلينا نحول لشيء، احنا في الاخر بني ادمين. يعني طبعا احنا في الاخر بني ادمين، وزي ما قلت طول ما في وعي واقرا اكتر في المجال وافهمه، لو انا امه واب هقرا في المجال وافهمه، لو انا نفسي لازم ما انخرطش وما اسيبش نفسي للتكنولوجيا انها تاخدني طول الوقت، افهمها، افهم ايه المميزات بتاعتها، اخد منها الصح، ولكن ما انخرطش فيها ان انا ابقى منعزل عن المجتمع، ما عنديش ثقه بنفسي، هيبقى في بعد كده ضعف تركيز وضعف القدره على الانتاجيه، ممكن في شغلي نفسه ممكن الاقي نفسي مش مبدع في شغلي، مش منتج، انا طول الوقت معتمد على الذكاء الاصطناعي اكتر من ان انا اعتمد على قدراتي. فخلينا ان احنا يعني يكون في وعي اكتر وإدراك إن زي ما الحاجة ليها فوائد ممكن نستفيد منها، فهي برضو ممكن يكون ليها فيها سلبية. ولا أنا أجهل التكنولوجيا والحاجات الجديدة ولا أنخرط فيها لدرجة إن أنا أبقى مغيب عن الواقع. نورتينا دكتور، صباح الفل عليكي. دكتور صفا سيد، استشاري نفسي وتعديل سلوك، شكرا لوجودك معنا وصباح الفل عليكي. شكرا جدا، شكرا جدا. هنخرج لفاصل ونرجع نتكلم على أزمة مرت بيها بيوت كتير، ربنا يبعدها يا رب عنكم، فكرة غياب الأب أو وفاة الأب وفي أطفال، إزاي نتعامل معهم نفسيا، إزاي نستندهم، إزاي نكون معاهم بعد الفاصل.